تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء السنوي بمناسبة يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يصادف 27 يونيو من كل عام، بهدف زيادة الوعي بأهمية دعم هذه المشاريع وتحسين فرص وصولها إلى التمويل والائتمان. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أكد حرص مملكة البحرين على الارتقاء بمشاريع المؤسسات المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة لدورها الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجال تعزيز الابتكار والإبداع وتوفير العمل اللائق للجميع، وذلك لتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.